مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو جوز الهند والتمر. عنا كوب جوز الهند ناعم، ملعقة طعام سكر بودرة، ملعقتين طعام زبدة دايبة، 700 جرام تمر، ملعقة مزهر، ملعقة طعام مزهر وملعقة طعام ورد، جوز، لوز، فستق حلبي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط جوز الهند اول شي، سكر بودرة، بحركهم شوي مع بعض، كمان زبدة، بحركهم مع بعض، بحطهم على جنب، بحط فوق التمر الموارد والمزهر، بعجنهم مع بعض. بسم الله. عجنتهم منيح مع بعض، بحطهم على جنب. كمان عنا صينية غلفتها بورقة زبدة اكيد. هلأ بحط بقلبها جوز الهند. بسم الله. بمدهم بالصينية، بضغط عليهم، بدنا نمد التمر كمان مع بعض. بس عملتها بهيدا الشكل، هلا بنبدأ فوق الصينية. هلا برش عليها المكسرات، كمان الفستق الحلبي واللوز. بكبسهم كمان بقلب التمر بهيدا الشكل. هيدا الشكل. بعد ما عملنا الحلو مع بعض، هلا بحطها بالبراد اكلها شي نص ساعة لتجمد الزبدة اللي بجوز الهند. هيدا الحلو بعد ما حطيتها نص ساعة بالبراد. هلا بدنا نشيلها نقطعها نشوف مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلوة التمر وجوز الهند اللي عملتها انا وياكم، كتير حلوة ومغذية لرمضان. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.